أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا عين يا عين، هذا الفيلم نار، هلا حمت السهرة أكتر وأكتر. لا أنا ما خارج سهر منوب، عندي الصبح شغل كتير ويدوب ألحق. اسمعوا يا أولاد، بتوطولي صوت التلفزيون طاولها وأنا بسكر الباب علي، ما بدي شوشرة الله يرضى عليكم. يلا. اي والله وانا كمان ما خرج اسهر. وقف حجي خدني معك، وانتو كمان يلا قوموا بقى طفوا لها التلفزيون وقوموا بقى عمكم في الصبح بكير، الكل يوم ينام يلا. يا ستي جبتيه. اي انا كمان نام حاج. اوه هلا شو بكون كلكم صرتوا بدكم تناموا، والله ما حدا بده يسهر. روح عبيده حتى انت خليك بلوك شوي، ايش بك نتفرج على هذا الفيلم سوا هلا، بعدين نلعب لنا جيمين ببجي، بعدين بتروح بتنام شو بك؟ ولك اينا ببجي ما ببجي؟ بلا ببجي بلا بطيخ، بكره عندي شغلات كتير خيرة الله يا دوب الحقن، بعدين انت ليش بدك تمي سهرانة لهلا؟ طفي هالتلفزيون قومي نامي، بكره بتتفرجي عليهم قومي. اي لا ما حزرت، روح انت خلص، انا مو جاييني نوم، بتفرج على الفيلم لحالي، لحالي احلالي. اي بيكون احسن، تصبحي على خير. لا يا، اي روح نام، نوم اهل الكهف اي. عارف شو؟ قومي نامي، اصلا انت ايش فهمك بالافلام طاول اصلا؟ ولا بتعرف تتابع؟ ايه بتفرج عليه لحالي، لحالي احلالي طبعا. ها؟ لحظة، لحظة شوي، ايش هالصوت هي؟ لا لا لا، ايش هالصوت هي؟ لا لا لا، طول بالكم، يعني مو انا لانه بيك عم تسهر لحالي، عم تقعد تحب تعملوا فيني هيك ها؟ طول بالكم، انا بخاف، انا بخاف، انا بخاف. انا بخاف قولي طفي الضو، انا بخاف انا بخاف مين طفي الضو؟ امي امي قولي امي امي قولي دخلي كل حولي قولي 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 ايش في؟ روح فرشتيني روح فرشتيني يا بقرة، ايش بك ايش في صار؟ ايه لا لا ايه لا ايه لا ايش في؟ ما في شيء ايش بك انت؟ ما في شيء اليوم ما في شيء ايش بك؟ ما في شيء قلت لي ما في شيء، ما على اساس بدك تبركي تحضري الفيلم الاخير تلعبي ببجي؟ ليش تركتي يوم جيتي؟ بعدين عاد تركتي كل هالزاك جاي لهون هي؟ ايه لا انا ايش قلت بيني وبين حالي يعني؟ قلت انا ليش اتمنيكي سهرانه لحالي يعني عم بتفرج على الفيلم؟ يعني هيك هو فيلم ما حلو، قلت حالي كمان اخوي عبيده راح نام، انا بشيل حالي كمان وبروح بنام، وبكره الصبح انا فكرت بكلامك، وبكره الصبح ما في يوم بتفرج عليه، ما رح تخلص الدنيا يعني، مزبوط؟ بالله بالله شو؟ عم بلحس مخطي انا، ثواني لحسها. لحست على مخطي انا، يعني مو على اساس لانه خايفه بالصالون وجيتي راكده هون مو؟ ايش قصدك استاذ؟ يعني انا خفت؟ لا حبيبي لا، انتبهي لي كلامك فتح لي عينك هيك ايوه، قال انا اخاف قال، ولك انا قلبي قلب اسد ايوه، اسد اسد قلتي لي، ماشي ماشي يا عمي الاسد، ديري لي بالك على حالك. يلا يلا خلينا ننام، متفقين احنا هيك خلص خلينا ننام بقى نعرف ننام بقى. يلا يلا هجم هجم من وين؟ قولي وين؟ قولي 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 ما عملت شيء ما عملت شيء والله ما عملت شيء قولي قولي قولي. ولك هلا انا مجودة على اساس ما بتخافي. طاي طاي قلب الاسد طاي طاي تطريك. راحوا راحوا قدك انا مالي خايفه، انت تفكروني خفت؟ انا ما خفت، انا كنت عم بسوي نومتي على السوا مشان انام ايوه، ولا حدا يفيقني ها نام ويلا بدي انام انا. انا ليش عطشانه كده هاد؟ لك انا صار 100 مره قلت لا تطفوا الضو برا لا تطفوا الضو برا، ناقصنا رعب، شو بدي اطلع برا الله اشرب مي انا؟ لقطه صح بفيع عباده بفيع عباده، قلت ما اروح اشرب وارجع. عباده 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 ايه طلع هلا بقى على اساس نايم وغرقان وما عم بيسمع. ولك يا عباده يا عبادة يا فهمان قولي يا لطيف الصار قولك الله يرضيك قولك الله يرضيك خدوج قولي امين قولك ايش بك قصة لك يا تعطي فوق راسي. طول بالك طول بالك انت ليش هيك معصب عن جد ايش معصب ما بعرف طول بالك طلع شوي برا عتمة ظلام وخيو انا الاخير انا بخاف كثير انت بتعرف بدي اروح اشرب مي معلش تضل فايق لوقت ما اروح اشرب وارجع.
نعم نعم، انت عم تحكي عن جد هلا؟ يعني انت فيقتيني مثلا هيك بس؟ اي طبعا، ليش انا وانت ايمت في بيناتنا مزح؟ اسمع الله يوفقك، بروح بشرب مي وبجي بسرعه، بس خليك عم تحكي معي فهمان؟ يعني انا بشرح لك من هنيك عباده وانت بتصرخ لي ايه خدوج، ثواني برجع بسرعه، ماشي؟ ولك 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 انا الله اشبلاني بهالبلوه هي مع هالمجنونه بغرفه وحده بس، روحي انضربي على قلبك بسرعه، بسرعه يلا بسرعه، يلا ثواني ثواني بس. ثواني قلتي لي، بسيطة، أنا بفرجيكي طولي بالك، وينو مجودة؟ مجودة! أنا بفرجيكي. أنتِ يا بنت، أنتِ كيف بتتجرأي وبتطلعي بهذا الوقت على المطبخ؟ تعي لهون، تعي لهون بسرعة، تعي لهون! دستو حرب دستو، دستو حرب دستو، دستو حرب دستو، لا بتأذوني ما أذيكم، لا بتأذوني ما أذيكم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمي، أمي! عبادة! 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 يا لطيف! ايش في؟ لو ايش في قصة جننتينا معك انت ها ايش في؟ قلبي وقفوني! في صوت! في صوت! في صوت من المطلع كان عم بستخدم عملي! تعي لهون يا بنت! تعي لهون! سمعتوا! 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 مو سمعتوا! مطبخ! مطبخ! والله قولي! 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 الغزة اتحرك! الغزة اتحرك عبادة! ولكن قولي! تعالي! تعالي قولي الغزة اتحرك طلع! ولك انا زينة! ولك انا غزينة ليك غزينة ما فيها شي ثابتة ولك ما عتتحرك من ارض ليك ايش فيها انت مهبولة شي انت في مخك شي اسمعني بك خدوج ما ناقصني جنان تشطح اندفسي بدي انام عندي بكرة شغل اندفسي بقى خلصينا يلا معقول كعب بتهيالي انا يعني بدي انام خلاص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا بتعزونا من اذيكم لا بتأذونا من أذيكم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أولك أخ أولك لك بدي هالليل على خير ولك بدي هالليل على خير إيش بك قصتك ندفسي ولك خلينا نعرف نندفس إيش بك انت في شيء لمسني من تحت في شيء لمسني من تحت تخت أو شوفه ما تخت وينه فرجيني ايش فيه ولك وينه بس فرجيني وينه هون وينه تعي فرجيني يا وينه كرمال الله بس اعرف وينه وينه ما في شيء ولك بدك تعرفي تندفسي ولا بتعرفي تندفسي خدوج مضي هالليل على خير عبا لك هاي يخرب بيتك من حالك ولك ما في شيء طلعي اذا ما بتسطحي هلا بتندفسي بطلع معناها بغير غرفه وبتركك لحالك هون بالغرفه ها فهمتي فك شلون ما في شيء شلون ما في شيء طيب اسمع خلينا نتفق اليوم بس ايش رايك ايش رايك اليوم تنام انت على تختي وانا بنام على تختك اليوم بس اتفقنا لا يا هلا صار انام على تختك مو على اساس هالتخت ملائكي وما في حدا يقرب عليه طاول يا ستي رايحه مرقه رايحه انام هلا هذا اخر انذار لك خدوج بتيجي تشطحي وبتندفسي بقى ما بقى بدي سوى الطاول يخرب بيتك من حالك بدك تطلع الضو لسه ما اندفسنا بقره تعي تشطحي بدي انام خلصنا بقى طفي الضو يخرب بيتك على هالليله ما بدي اعرف بتضيع على خير بقى اي خلص يلا عجب تختو فيه شيء يا اصلا هيك ما راح اعرف انام والله ما راح اعرف انام عبادة ولك خليني اعرف انام ولك احرق حالي او مش في حالي مش شباك ولك ايش بخدوج ولك ايش في اسمع اخر شغله طول بالك شو او ما تشوف حالك من شباك اسمع بدي اروح الحمام وارجع بس ايه وايش اعمل لك انا يعني قومي انضربي على قلبك تخيل على الحمام ايش تريدي مني؟ او ما سندك وانتي داخلة على الحمام يعني مثلا؟ لا بس ثواني خليك فيا بس ثواني لوقت ما اروح وارجع خليك فيا استناني بس يعني ماشي خدوج قومي انضربي على قلبك بسرعة تخيل حمام وتاعي عم بستناكي التلات ثواني بدي انامها يلا ثانية وحدة بس ايوه واخيرا هذا صوت باب الحمام ما عاد دخلت جوا خدوج انت جنيتي على جيكي بدي اعمل معك فصل هلا مشان تعرفي ما خليني اعرف انام وين مجوده وين رحت مجوده عندك معلم امرني تمسي بجديده شي طبعا وعلى فكره كل هالشغلات اللي عملتها هلا انت بخدوج اثبتت لي انه الواحد خرج يعتمد عليك على طول
ولك مني مكافأة كويسة، فهمان ولا لا؟ طيب يلا لك، ايش عم استناه؟ خلينا نبلش عبال تطلع من الحمام. بس ما يكون في حدا برا. قولي تفضل، قولي مين عم يمزح معي؟ ما حدا يمزح. عبادة، عبادة، قولي 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 دستور قولي دستور قولي 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 وبعدين انت ايش بدك؟ انت ايش بدك بينك هون؟ قولي 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 تفضل ايش تفضل يا امي دخيلك شخيت تحتي قولي قولي بس مين طالع؟ رجعنا ورا ورك رجعنا ورا ورك عباده ولك وين رحت؟ عشان فش طالع يخرب بيتك من حارك على اساس طالع برا. قولي قولي امي 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 شحطه شحطه قولي وينه هاد؟ وين راح؟ والله كان هون يخرب بيته هذا الطير كني هوبا انا هون قولي انا ايش صرخت له يخرب بيتك من حالك؟ اسمع انت جني ولا جنية طلع متساهل انا وانتها؟ اذا بتلعب ببجي مش حلق شتات ويخرب بيتك من حالك بدك تختفي عبادة ولك عبادة يخرب بيتك من حالك عبادة قولي قولي يا امي دخيلك قولي بدي اختفي الحمد لله ما بدي ارجع استخله ما بدي ارجع استخله امي امي دخيلك عبادة 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 سكوت لا تفضح نمرك سكوت سكوت ايش بك هالدوج ايش فيه صار لحظة شوي اذا انتو الاثنين هون مين لك ماسكني من رجع عم بسحبني عبادة 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 لحظة شوي الله هاي شلون شدتها برا هيك ونحن الاثنين هون ما بعرف بس ما يكون ال عفريت بكون وصلنا لفقرة مقفل جاهزين نبلش Let's go قبل ما نبلش بس خلينا اقول هالكلمتين على القنات هون لازم اقولهم انا كل حلقة بقول ما بتقصى فقرة مقفل انا كل حلقة بقول ما بتقاطعكم فقرة مقفل بصور حلقة وعشرة لا بعرف انا انسان كذاب انا انسان ما بوفي بوعودي بعرف والله اني ما عندي وقت ما عندي وقت والله العظيم حتى اصور فقرة مقفل بس خلاص هلا من هون ورايح خلاص عن جد كلام رجال ما عطلك طعفك رات مقفل ولك يفكح عينك شردك كذاب انت هلا طول بالك شوي مشينا يا زلمة هلا خلينا نكمل الفيديو بس لا اله الا الله كذاب يا جماعة كذاب يا جماعة لا تصدقوا حكي كله كذب لا لا خلاص انا خلاص عن جد هو رايح ما عاد طعفك رات مقفل طابق يا رب تسامحني يلا نبلش بس خلينا نتذكر السؤال اللي كان سؤالي كان بفقرة اللي ما بعرف من قيمت كان سؤالي اذا كان معك 10000 دولار خلال يومين لازم تصرفهم هدول يومين رح يكونوا اخر يومين من حياتك وين بتصرفهم شو بتستعملون كلها تكون قفلتوا ويلا سوسو بالتعليق الاول انا انت عم بتقول مقفل بشتري فيهم كل شيء بحبه قبل ما اموت وبس موت الله يرحمني روح ان شاء الله ما بتعتازش اسمع عم بتقول بوزع نصهم للفقراء والمساكين اي والله كتر خيرك والنص الثاني بوزعه على بطني لا يا عسل عسل اه يا عسل عم بتقول فيديو كتير حلو استمر يا مبدع افكارك بتجنن ثانك يو فيري ماتش مقفل بوزعها على الفقراء واليتامى والمحتاجين وبشتري كفن قبل ما اموت يعني فكرت الاخره يعني واشتريت كفن عن جد حلو سؤال مستقطع بفقره مقفل ثواني بس من احمد رمضو عم بقول عباده بدي اسالك سؤال بس لا تفهمني غلط اوكي اذا صار عندي 100,000 مشترك على اليوتيوب شقد باخذ بالشهر بس سؤال والله حابين تعرفوا شقد بياخذ اللي عنده 100,000 مشترك على اليوتيوب
انا بقولكم يلا. طبعا اليوتيوبر لما يوصل ل 100,000 مشترك ويحصل على درع اليوتيوب بيصل مبلغ من الشركه واللي هو 10,000 دولار للشخص يلي بينجح وبياخذ الدرع. كيف كحين عشان تضلك كذاب؟ بياخذ طلعك كذاب بس تضغطني عشان تضربوزك. يا رب تسامحني يا جماعه. اللي حابب يدخل يفتح مجال يوتيوبر او حابب يدخل يوتيوبر، اول شيء لازم تحطه في بالك انه انت مالك داخل كرمال مادي او داخل كرمال تاخذ اجر مادي. اليوم اي شخص لما يدخل حابب يطلع على نجاح او حابب يحقق اشي هو حطه في باله او رسمه بمخيلته، لازم اول شيء ما يسأل على الفلوس، لانه بس انت دخلت في مجال انه انا بدي اطالع مصاري رح تفشل. لازم الشيء تعمل تكون بتحبه، لاني اذا ما كنت بتحبه ما رح تقدر تحققه. تدخل على مجال يوتيوب حتى تبرز موهبتك، وصدقني موهبتك رح توصل للناس والمصاري هيك رح تجي. بس عليك في البدايه اشتغل على نفسك وما تسأل على المصاري، لانه اذا سألت على المصاري عن جد رح تفشل. ام ضحكه حلوه عم بتقول مقفي والله بروح بشتري بيت وسيارتين وبشتري مكتب لابوي ومحل خياطه لاخواتي ومدرسة لخلي امي مدرسة. تابعتك في تركيا مرسين. يعني بس بدي افهم هدول كلياتهم شو حيفيدوك؟ يعني بقول لك اخر يومين من حياتك، يعني بشتري بيت وسيارة وفيلا ما بعرف شو بدك تسيفيهم بدك تنزليهم معك على في تعليق من بيان، بس بيان بالك ديري بالك رح تاكلي قطي على هذا التعليق. عم بتقول مقفي بتبرع 8,000 وبعطي 1,000 لابوي وبعطي ام عبادة 1,000 تشتري بوابوي عشان تستخف فيهم انت واختك خدوج. يعني بتعرفي خدوج اذا سمعتك ايش رح تعمل فيكي؟ رح تتفلك شعرك، رح تاكلي قطي، ديري بالك. ناخذ من عند الحمي عم بقول مقفل بشتري اغلى سلاح بالعالم وبقتل حماتي ومعلمي بيشتغلوا واللي بضل معي بوزع فيه خبز على الفقراء على روحهم. يعني بعد ما تقتل معلمك وحماتك الباقي المصاري بدك تصدق عليهم للفقراء ومحتاجين ايش رح يفيدوا. جد بس سؤال للناس انه ليش الناس كل اغلبيه الناس تقرا حمواتها؟ انه هي المشكله بين الصهر والحماه او بين الكنه والحماه، هذول يعني ليش دائما الصهر ما بيحب حماته والكنه ما بتحب حماتها؟ عن جد لا مو الكل، لكن في اغلبيه كبيره انه ليش السبب؟ كتبوا لي بالتعليقات يعني بركي صار عندي هيك فضول اعرف. ماهر سوري عم بيقول مرحبا عبيد انا متابعك من يومين وصرت يوتيوبر مفضل عندي. I love you so much much مو much. المقفل المهم بتبرع بالثلاث ارباع من الفقراء والمساكين والربع الاخير بشتري لحمه بعجين وتابو. عزيزك عم بتقول المقفل نصهم بتبرع فيهم لام عباده عشان تشتري شحاطات ونص الثاني بتبرع فيهم لاولادها وزوجها لانه علي اكل جاهز ما عم تخليهم يجيبوا. بس بدي افهم ام عباده شكت لكم انه هي فقيره شيء، انه هي بحاجه لبابيج شيء؟ يا جماعه عندنا البرشبون ملام بابيج، يعني فيها تستعمل 15 بابوج عندها بالالوان والاشكال والنمر المتعدده. كرماء الله يرحمونا لسه عم بدكم تشتري كمان. في اخر تعليق من عند ايه بتقول فيهم قفه بتبرع فيهم للفقراء والمساكين والمحتاجين والباقي بتسوق فيهم بعيش حياتي قبل ما اموت واستمري احلى عباده في حياتك بتجنن كثير وبحبها كثير وان شاء الله توصل للمليون. طبعا حبايب هون بكون خلصنا فقره مقفل، رح اوعدكم ان شاء الله خلص ما عاد اقصر معكم فقره مقفل، رح احاول انه بكل فيديو يكون في فقره مقفل او اذا ما كان كل فيديو فيديو ايه او فيديو لا، بس ان شاء الله رح اشتغل انه يكون كل فيديو في فقره مقفل حتى اطالع تعليقاتكم. مثل ما انتم شايفين في ضغط على التعليقات شوي فرح اطالع تعليقات جديده، كلياتكم خليكم عم تشاركوا حبايب. وسؤال فقره مقفل للحلقه المقبله يلا، من خلال قراءتي لبعض التعليقات لاحظت انه اغلبيتكم عم تطلبوا مني اني ارجع اطلب سؤال قصف الجبهات، فبما انكم حابين هذا السؤال رح اطلب منكم بالحلقه المقبله كلكم تكتبوا قصف جبهات بين حبيب وحبيبته او بين الحبيبه وحبيبه، كلكم تشاركوا حبايب اكتبوا احلى قصف جبهات حتى تكون حلوه، لانه رح انقي التعليقات الحلوه والتقفيلات الحلوه لحتى تطلع هي تكون صاحبينا موجودين بفقره مقفل. فكلكم شاركوا حبايب وانتظروني ان شاء الله بفيديوهات جديده وافكار جديده على العيد رح ندمرها دمار. حبايب رح احط لكم رابط الانستغرام تحت بصندوق الوصف، كلكم ادخلوا تابعوني على الانستغرام انا بنزل ستوريات يوميه وانتظروني ان شاء الله فيديوهات جديده على العيد وافكار كمان كثير حلوه. ولهون حاجه يلا سلام.